نحن عندنا قناة إن شاء الله حتطلع اليوم في الليل، وحنعطوكم إن شاء الله قبل ما تروحوا اليوم بإذن الله، حنعطوكم التردد وحتطلعوا مباشرة وحتردوا عليه وتقولوا لي يا كذاب في وسط عينا. السلام عليكم. تعرف اهلا وسهلا مرحبتين بك عبد الله صبيح، نجنا من يعني نجنا من يعني عمن مواطنة سيد عبد الله، شو رايك في بنغازي؟ والله تو الحمد لله 100% ان شاء الله، الحمد لله كويسه، وضع امني 100% تو الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل شيء. عفوا. السلام عليكم شباب. تمام. سعد البرداح ان شاء الله. والله الحمد لله، يعني شو نقول لك، يعني امان بشكل غريب بكر، يعني والله الحمد لله بفضل الله، يعني ويعني اول شيء طبعا الله، وبعدها جي دغري يعني اللجنه الامنيه، يعني والله العظيم يعني نشتغل بشغل يعني ما يعلم بنا الا ربك، يعني وتحقوا فينا حتى انتم، يعني فهمت كيف؟ يعني شوف انت من 8 الليل لعن 8 الصبح ونحن واعيين ونحن نخدموا ونطلعوا ونشوفوا في مصلحه البلاد، ونشوف كله 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 الموضوع هذا كله، بالنسبه للموضوع هذا كله اللي سب المواطن والامان والامن، والحمد لله من فضل ربك هذا، يعني ان شاء الله ربك يوفقنا باذن الله جزاك الله خير. نور السلام عليكم. اخباركم طيبين؟ صراحه الشيخ اللجنه الامنيه الهنديه في الامن المواطن، نبيك تحكي لي على الوضع الامن والامان في بنغازي، كيف هو الوضع؟ والله الوضع الحمد لله صديقي. علي بن عمران اللجنه الامنيه العليا، الوضع هو من احسن لاحسن، نقول ان شاء الله نعمله انه يكون من احسن لاحسن ان شاء الله، يعني ربي ييسر ان شاء الله الامور. يا بعضية العبيدي، الحمد لله نشكر ربي الحمد لله. لا ان شاء الله معنا ربي، يعني نقول لك ما فيش يعني اشاعات. محمد الهواري، والله نقول الحمد لله ان شاء الله. السلام عليكم. تعرفوا علي؟ علي بودجاجة، اللجنة الأمنية العليا، فرد مفرد لجنة بها علي. قلت لك علي، نحن نسمع في إشاعات واجدة على الفيسبوك إن وضع الأمن تاع بنغازي مش كويس، و و و شو رأيك أنت في الموضوع باعتبارك أنك تخدم في اللجنة الأمنية العليا في أمن المواطن؟ والله الحمد لله رب العالمين، وضع البلاد يعني 100%، الأمن تمام تمام، يعني بلاد آمنة ما في شيء مشاكل. إشاعات ممكن ندين الفيسبوك. أيوه. طارق حمد سليمان، فرد من افراد اللجنه الامنيه العليا. شنو الوضع؟ نفس السؤال نسالك، الاشاعات الناس تدور فيها طبعا فيسبوك، هذا نزل خبر اكيد اكيد اشاعات يعني لا صحه لها، ونحن الحمد لله بالنسبه للجنه الامنيه العليا دايره عليها بالزايد ومامنين، والحمد لله رب العالمين، وان شاء الله نكونوا نتوافقوا كيف ما توافقنا في المجلس المحلي، انتخابات المجلس المحلي، ان شاء الله نأمنوا بنغازي وبنغازي امنه والحمد لله رب العالمين. والله بالنسبه للمواطن بنغازي نقول له الصبر، عليك بالصبر وعليك بنغازي، وخلي وطنيتك بنغازي كبيره. السلام عليكم ورحمه الله. بهاء الدين مصر الميلادي. الوضع اللجنة الأمنية العليا. والله واضح اني مستقر، انك ما هدرت لك يعني شباب، اني الامن الحمد لله يعني وقاعدين مداومين يعني من 8 يعني، والحمد لله يعني الامن مستدب ان شاء الله. باهي على الامكانيات، امكانيات متوفره لكم اللجنة الأمنية العليا؟ والله في امكانيات اكيد، في نقص، بس الحمد لله اللي قدرهم اللي موفرين لنا.
والله نقول لها راهو بنغازي امنا الحنونه رد بالك منها. عمار الهواري من اللجنه الامنيه الهاليه. عمار نسالك انت الامن والامان في بنغازي؟ لا الحمد لله الامن والامان في امن وامان في بنغازي والحمد لله وان شاء الله تقد بنغازي امنه ديما ان شاء الله. تكبير الله اكبر. تكبير الله اكبر. الله اكبر عليك. الله اكبر عليك يا شيخ. الله اكبر. اللجنه 100 العليا بالكامل. الله اكبر.